موقن ومؤمن بان الله كريم وجواد ويعطي وانه حيي كريم يستحي اذا رفع الرجل الى يديه ان يردهما صفرا خائبتين كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقين القلب عند الدعاء يدل على ايمان العبد بان الله غني وخزائنه لا تنفد مهما سأل العباد حوائجهم لو أعطاهم كلهم وقفوا في صعيد واحد جنا وإنسا فسألوه أعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عند إلا كما ينقص تنقص الإبرة إذا دخلت البحر طلعت ماذا تأخذ من ماء البحر يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يغني فقيرا يجبر كثيرا يشفي مريضا يرحم ميتا يعطي قوما يمنع اخرين يحيي يميت يرفع يخفض لا يشغله شان عن شان سبحانه يقف العباد في صعيد عرفه ملايين يدعونه بلغات مختلفه يغلط ابدا يتبرم من الحاحهم ابدا يعرف ماذا يقول كل واحد وماذا يطلب كل واحد ويعجل لهذا ويؤخر هذا وهذا يدفع عنه شرا أعظم من اللي سأل وهذا يعطيه خيرا أعظم من اللي سأل وهذا يؤجلها له أجرا حسنات يوم القيامة شيء شيء يعني شيء مذهل يعني مذهل العقل إذا تأمله يقين القلب عند الدعاء يدل على معرفة هذا العبد بأن دعاءه عند الله لا يضيع ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوته وإما أن يدخر له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا إذا نكثر قال الله أكثر يعني أنت إذا يعني الواحد يشعر بالحرج مع الآدمي أن يسأله أول مرة وثاني مرة وثالث مرة وبعدين مع الله عز وجل أبدا كل ما سألته أكثر كل ما أحبك أكثر ولا يتبرم سبحانه ولا يعجزه شيء. ويقين العبد عند الدعاء يدل على حسن ظن العبد بربه وهذه مساله عقديه مهمه. انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا دعاني. يقين القلب عند الدعاء يدل على عدم استعظام العبد للمساله عند الله يعني أن الله لا يعجز شيء لو طلبت منه ما طلبت أطلب ما شئت من خيري الدنيا والآخرة أطلب ما شئت ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم الله اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت ارزقني إن شئت وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له سبحان رواه البخاري وفي رواية ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظم شيء أعطاه فالذي يوقن بالإجابة يسأل ويسأل ويسأل وهو يوقن ويؤمن أن الله قادر على إعطائه ما يسأل كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه كان ابو ادريس الخولاني اذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه من عظمه هذا الحديث وقول عليه الصلاة والسلام واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله غافل لاهي غافل عن الله لاهي عن الطاعة إذا أحضر قلبك عندما تدعو هذا معنى الحديث أما أن يكون القلب في وادي والدعاء في واد آخر هذا ليس من اسباب الاجابه فاليقين وانتفاء الموانع ملخص اسباب اجابه الدعاء لو قال واحد ملخص باسباب الاجابه امران اليقين وانتفاء الموانع وطبعا نستفيد من الحديث الحث على العلم عموما وعلى تعلم محبطات الاعمال ومذهبات الثواب خصوصا بالنسبه لهذا لقوله في الحديث واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن والحديث يدفعنا الى تحصيل اسباب الاجابه وكذلك الجد في الطلب والعزم في المسأله What?